السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الفيديو هذا سجلته هنا اليوم، بس عينزل بعد غدوة، بعد غدوة، لأن النت في اليمن ابن حرام، نت يعني ثقيل ثقيل، ثقل ثقيل، دم ثقيل، يعني ما هو أي شو النت هذا. أمانة أني أفعل الفيديو اليوم وأنزله ثالث العيد، ينزل ثلاثة العيد، لأنه كلكم دارين بالنت في اليمن، النت هذا ابن الحرام، النت الذي يعني تفتح الطاقة وتخرج يدك وانت بتأنتر علشان الشبكة، تخرج يدك لو ما ما هو، ما أقول لكم ما هو، يعني حق الطاقة هذه تدخل هنا تشط تشط تشط، لا ينكع، تنكع يدك وراسك، هذا كله يشطط، تنكع يدك وراسك لا نازل، وانت مش قدار، انت قصتك انك عادك بخير، مش قدار نصك ما عبى حد، من الزجاجة حق الطاقة قد شططك نصه، وتخرج تخرج اي وقت، باقي شوية ويكمل التحميل، باقي منك مت، قد مت يكمل يتحمل، وانت مش قدار انك قد رحت فيها بسبب النت. اي شو هذا النت، اي شو عليكم لعنة الله، هذا يمن نت، يمن اف ام، يمن ان اس، يمن اوف او، يمن اي او او اي او يا، كلكم عليكم لعنة الله، وكل من له صلة بالنت او وما قدرش يصلح ولا ما رضاش يصلح ولا